وللمزيد حول تصاعد الأزمة بين السعودية ولبنان على خلفية تصريحات نائب الأمين العام لميليشيا حزب الله، ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب. أهلا ومرحبا بك دكتور. تحياتي لك وللسادة المشاهدين، مساء الخير. حياك الله. بداية، يبدو أن الأزمة تتعمق بين لبنان والسعودية، كيف تقرأ تصريحات نائب الأمين العام لميليشيا حزب الله وتوقيتها؟ اولا لابد ان نصحح اساس هذا الموضوع، هي ان الازمه ليست بين لبنان والسعوديه، انما الازمه بين ميليشيا ارهابيه لبنانيه اسمها ميليشيا حزب الله وبين الدول العربيه والسعوديه بالذات. وبالتالي هذه الميليشيا تحاول ان تخدع يكون متراسا لها في وجه علاقتها العربي مع كل الدول العربيه الإسلام. وبالتالي هذه الميليشيات تحاول أن تفرض أجندتها على اللبنانيين قبل أن تفرض إرهابها على الدول الخارجية، وهي تحاول وحاولت أن تحول بيروت وبعض منصة إعلامية التي تهجم الدول العربية إلى منصة حربية لتصدير المخدرات والكبتاجون والأسلحة وتدريب والميليشيات للإرهاب القيام بأعمال داخل الخليج العربي وبالذات داخل السعودية والعراق، وبالإضافة إلى تدخلها في الشأن السوري. تصريحات نعيم قاسم هي في الحقيقة ترتد عليه باعتبار أن ميليشيا حزب الله تمارس أعمالا إرهابية داخل السعودية منذ زمن طويل، فنحن نعرف أن موسم الحج الذي كانت تستغله إيران للقيام بأعمال إرهابية داخل الحج، ثم كانت تفجيرات أكبر عام 1994 والتي تبنتها ميليشيا حزب الله فرع الحجاز الارهابي احمد المغسل والذي تم توقيفه لاحقا، وكل ذلك كان يتم بدعم من تلك الميليشيا الارهابيه المسماة ميليشيا حزب الله. طيب نعيم قاسم وما يقول قال هو وحسن نصر الله استاذ طارق نعيم او دكتور طارق نعيم قاسم قال ان ميليشيا حزب الله سترد على السعوديه ردا حاسما بعد ان كشف دور حزب الله في اليمن، يعني هل تتوقع ان تكون ميليشيا الحوثي هي راس الحرب لحزب الله لتنفيذ تهديدات نعيم قاسم؟ هذا ما كنت أقوله لك أستاذي الكريم، أن ميليشيا حزب الله تمارس الإرهاب ضد السعودية منذ زمن طويل، تفجيرات الخبر، القيام بالإرهابية وتجنيد مقاتلين إرهابيين في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية وبالأخص من الشيعة العرب، وبالتالي هذه الأعمال الإرهابية لحزب الله ولإيران مستمرة منذ زمن طويل، منذ أكثر من 40 سنة. وبالتالي تصريحات نعيم قاسم هو تأكيد لاستمرار إرهاب الميليشيا، وسبقه تصريحات لحسن نصر الله، وحسن نصر الله تفاخر أنه يدعم الإرهاب الحوثي، وكلنا يعرف أن بيروت يتم بث من خلالها قنوات الحوثي الإرهابي العالمية. نعم. قام بعمل هذا الأمر يجب أن يتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية، ناهيك عن أن قيام حزب الله غزو الخليج العربي والسعودية بالمخدرات والكبتاجون والتي فاحت رائحتها، والكل يعرف هذه العمليات الأخيرة التي تخرج من لبنان ومن المرافق اللبنانية لغزو السوق السعودية وضرب المجتمع السعودي. هناك تقارير استخباراتية وصحفية تؤكد تورط خبراء من حزب الله في تقديم المشورة لميليشيا الحوثي لقصف المطارات والأهداف الحيوية في السعودية، ألا يمكن أن يفتح الباب أمام رد مباشر من السعودية وحلفائها على ميليشيا حزب الله؟ من الناحية العسكرية، يعني السعودية تقوم بدورها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بناء على طلب الحكومة الشرعية اليمنية، والذي أزعج كثيرا إيران ميليشيات الحوثي الإرهابيين أي هم وحزب الله الذي يقوم باستعمال الحوثي لضرب منشآت سعودية ولغزو الأراضي السعودية بالمفخخات والمسيرات. ولقد بث التحالف عدد الصور والفيديوهات تؤكد ذلك، وسبق إلى نصر الله أن اعترف بذلك علنا ثم عاد ويحاول أن ينكر بعد أن أسر الضغط عليه. ولكن نحن السعودية تتعاطى مع الميليشيا وتفرض عقوبات على لبنان، هي السعودية أرادت أن توجه رسالة واضحة وصريحة للحكومة اللبنانية
أن هذه الحكومة يجب أن لا تكون غطاء لميليشيا حزب الله التي تتزرع بالحكومات اللبنانية والإدارة الخارجية اللبنانية وتحميها، وأنه يجب على القضاء اللبناني أن يقوم بواجبه، أن يقوم بواجبه بضبط تلك الميليشيا الإرهابية وتوقيفها، وأنه يجب على الحكومة اللبنانية أن تبادر بتنفيذ الدستور اللبناني واتفاق الطائف الذي يقول بسحب جميع سلاح الميليشيات، وأضف إلى ذلك تنفيذ القرارات الدستورية 1559 و1701 و1890 المتعلقين بضبط الحدود مع سوريا وبسحب سلاح الميليشيات. وفي تقريركم الذي سبق نشرت الأخبار هذه يؤكد على أن ميليشيا حزب الله تقوم بالتهجم على قوات اليونيفيل التي وضعتها الأمم المتحدة لضبط الحدود، وبالتالي هذه الإجراءات التي تفرض تطالب بها السعودية هي أطلب معظم اللبنانيين الذين يطالبون بتطبيق الدستور والقانون، والذي يحاول حسن نصر الله وعصابته الإرهابية في لبنان أن يجعلوا من لبنان ومن الحكومة زريعة ومتراسا لجر لبنان إلى الهاوية ولاستعماله في أعمالهم الإرهابية ولتغطية تلك الأعمال. نعم. بحجة من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في استوديو رافدين.